بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم من جديد، معكم أحمد الجرنوسي. إن شاء الله النهاردة هنشوف مع بعض طريقة تسريع فتح الويندوز وتسريع عملية ظهور أيقونات سطح المكتب. بعض الناس بيعانوا أو بيشتكوا من موضوع إن الويندوز بيفتح ببطء في بداية التشغيل، وكمان البرامج أو الأيقونات اللي موجودة على سطح المكتب بتاخد وقت على بال ما تبدأ في الظهور على الديسكتوب، وإن الجهاز يكون في الشكل الطبيعي بتاعه، فده بتاخد لها معاك مثلا ممكن تاخد لها 2 أو 5 دقايق، وفي ناس ممكن تستنى فترة أطول. إن شاء الله هنشوف مع بعض شرح بسيط جدا لحل المشكلة دي. هنستعمل طريقتين، طريقة يدوية بدون برامج، وطريقة تانية باستعمال برنامج سي كلينر، طبعا برنامج غني عن التعريف، وهسيب لكم الرابط بتاعه موجود تحت الفيديو. دي صفحة البرنامج بتاع سي كلينر، وفي كل المميزات وطريقة التعامل مع البرنامج، وكمان رابط التحميل، كل ده هسيبه لكم في رابط موجود تحت الفيديو ان شاء الله زي ما احنا متعودين دايما مع بعض. نيجي للطريقة اليدوية. هتيجي عند التاسك بار او شريط المهام اللي تحت ده، وهتدوس عليه كليك يمين، وهتختار منه التاسك مانجر او مدير المهام، فبيظهر لك الويندو دي. طبعا في بعض الناس ممكن يظهر لهم بالشكل ده كده على ويندوز 8 او ويندوز 8.1، وطبعا الطريقه دي تنفع لويندوز 10 برضو وتنفع لويندوز 7. فلو ظهرت لك كده دوس على مور ديتيلز، وهتيجي من فوق هنا كده من التبويبات اللي موجوده فوق دي، هتختار من عندك ستارت اب. الستارت اب دي موجود فيها كل البرامج اللي بتبدا مع بدايه تشغيل الويندوز، فدي اللي بتتقل عندك الجهاز. طبعا المشكله دي برضو انا بعاني منها، لان عندي او بستعمل كذا برنامج من اللي بيكونوا تقال في عمليه فتح الويندوز. فعندي مثلا برنامج زي البلو ستاكس ما بحتاجوش، يعني لما بيجي الويندوز يفتح مش من الحاجات الضروريه، فبدوس عليه كليك يمين واختار ديسيبل. نفس الكلام برنامج الاكد، واقول له ديسيبل، والاكد سي بتاعه برضو ديسيبل، وده برنامج ادوبي فوتوشوب برضو اعمل له ديسيبل. كل دي برامج انا مش بحتاجها في التشغيل او في بدايه التشغيل، فبعطل كل البرامج اللي انا مش محتاجها. طبعا ده بتاع كارت الشاشه بسيبه. فاعتقد دلوقتي ان عطلت بتاع اكتر من 5 برامج، دول بيكونوا سبب رئيسي من بطء او بيسببوا بطء فتح الويندوز لما باجي اشغله. فدي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه بقى هتيجي تحمل برنامج السي كلينر. طبعا هنحمل النسخة التجريبية، طبعا ما ينفعش اسيب رابط النسخة اللي هي كاملة، علشان طبعا البرنامج ليه حقوق وما ننتهكش الحقوق دي، علشان اليوتيوب ما يعمل لناش مخالفات او حاجات زي كده. فبرضو اللي عاوز البرنامج كامل عادي ممكن يكلمني من خلال صفحة تكنو عربي على الفيسبوك، وانا هبعت له البرنامج كامل ان شاء الله. طبعا برنامج حجمه صغير جدا، 6.5 ميجا، بينزل على طول، طبعا ده على حسب سرعة النت عندك، ايا كانت بقى، وكده كده الحجم بتاعه قليل جدا. بمجرد ما بينتهي هبدا اثبت البرنامج بتاع السي كلينر ده. فزي ما احنا شايفين البرنامج بيدعم اللغه العربيه، هختار مثلا عربي واقول له نيكست، وبتبدا بعمليه تثبيت البرنامج. لحظات تم عمليه التثبيت، طبعا انا لغيت هنا عشان ما يفتحليش صفحه نت، واقول له بدء التجربه. زي ما احنا شايفين البرنامج فتح معايا اهو بدون اي مشاكل. طبعا البرنامج تجريبي لمده 15 يوم، هنا بيقول لي باقي 14 يوم. بتيجي هنا تختار من ادوات او تولز للي برضو بيستعمل البرنامج باللغه الانجليزيه، فبتلاقي عندك هنا كذا حاجه، في ان انستول، وفي ستارت اب او الغاء التثبيت وبدايه التشغيل او بدء التشغيل. فبدء التشغيل ده اللي هو ستارت اب اللي جايبينه من التاسك مانجر ده هو الستارت اب، تمام. لكن المره دي هختار بدء التشغيل اللي هنا. هنا برضو بتلاقي بعض البرامج الاضافيه اللي ما كانتش موجوده هناك في القائمه بتاعت التاسك مانجر. بتبدا برضو تحدد البرامج اللي انت مش عاوزها. طبعا سي كلينر ضاف نفسه ان هو يبدا في بدايه التشغيل، هاجي ادوس عليه كليك يمين واقول له تعطيل، تمام. خلي بالك انك بتعمل تعطيل مش حذف، تمام، لان البرنامج انت بتحتاجه في اوقات، فما تحذفوش، عطله بس بحيث انك ما تستعملوش غير في الوقت اللي انت عاوزه بس. وبتكرر الموضوع ده للبرامج اللي انت مش عاوزها، وبكده تكون سرعت او حليت مشكله بطء الجهاز لما بيجي يفتح معاك. وطبعا السي كلينر فيه مميزات وخصائص كتير جدا، لكن ده مش موضوعنا علشان ما اطولش عليكم في الفيديو. وبرده سايب لكم الرابط بتاعه موجود تحت الفيديو على طول، وفي روابط التحميل للكمبيوتر والموبايل باحدث اصدار ومن الموقع الرسمي. يا ريت بقى لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك، وعلشان تتابع كل جديد في عالم البرامج والشروحات الجايه ان شاء الله، ما تنساش تزور موقعنا على الانترنت، موقع تكنو عربي، علشان تكون على اطلاع في كل جديد من عالم البرامج والشروحات الجايه ان شاء الله. ولاي استفسار بخصوص الموضوع ده او اي موضوع تاني، ممكن تسيب لنا رد في التعليقات تحت الفيديو، او تكلمنا من خلال صفحه الفيسبوك صفحه تكنو عربي، وانا دايما بتابع التعليقات وبرد على الرسائل باستمرار. كان معاكم احمد الجرنوسي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.